والله أنا صراحة جيت وتفاجأت هنا اليوم لأنه إنترنت أوف ثينكس أو إنترنت الأشياء هي صراحة مهمة، فكنت جدا مبسوط وسعيد إنه طبقت عندنا في الرياض لأول مرة. نتمنى إنها حتى تتكرر ويكون أكبر وأفضل المرات الجاية، لأنه جدا مهم وجود الإنترنت الأشياء اللي هي تكون منتجات ذكية عندك موجودة سواء في البيت في العمل في أي مكان. يعني كل الحياة أساساً هذا المستقبل، كل الحياة متوجهة لهذا الشيء. المعرض مرة رهيب، تفاجأت إنه في براندز في أسماء سعودية موجودة هنا، يعني كان شيء جداً جميل صراحة، ونتمنى إنه يتكرر حتى السنوات الجاية.